السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم الملوي مرق وناشف من الزيت. إن شاء الله غادي نشارك معكم جميع الأسرار باش ينجح معكم من أول تجربة. كيجي من ألد وأروع ما يكون، كيجي هشيش مرق وناشف من الزيت. وإلا عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ما تبخلوش عليا بواحد جيم للتشجيع. وما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. عندي هنا في هذه القصريه عندي زلافه ديال الدقيق الفينو يكون نوعيه جيده، عبرت بهذه الزلافه هذه ديال الحريره. وعندي جوج ديال الزليف ديال الدقيق الابيض، ضروري نغربلو الدقيق. غادي نضيفو ليه الملح حسب الذوق، وغادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال السكر اللي ممكن تعوضوها بملعقه صغيره ديال العسل. وغادي نحتاج الماء عادي ديال الروبيني. صافي كنضيف الماء تدريجيا حتى كتجمع ليا العجينه. المهم انا بقيت كنضيف بشويه بشويه حتى تجمعت ليا العجينه، هكا باش ما يجيش الفيديو طويل. من بعد ملي كتجمع ليا العجينه كندلكها، ضروري مندلكو هاد العجينه هادي بهذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو. كنبقاو ندلكو، الا جاتنا قاصحه راه كنرشو شويه ديال الماء وكندلكو بالكف ديال يدينا هكا حتى كنتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون رطب. بالنسبه للعجينه ديال الملوي كتكون مرخوفه، ولكن العجينه ديال المسمن كتكون شويه جامعه راسها. هذه كقاعده خاصكم تاخدوها. صافي العجينه ملي كملتها، ملي دلكتها مزيان تحصلت على واحد القوام اللي كيكون رطب ولين، كتكون مرخوفه شويه كتكونش قاصحه. صافي درتها، دهنتها بشويه ديال الزيت ودرتها في البلاستيك وخليتها ارتاحت. خليتها واحد تقريبا راه شي ساعه اللي خليتها. صافي من بعد ما ارتاحت مزيان حيت ما فيها لا خميره لا والو، صافي هنا غادي نشكل كويرات كما كتشوفوا. ممكن تشكلوا الحجم اللي بغيتو، يا ديروهم كبار ولا ديروهم صغار، المهم اللي بغيتو. انا درت هذا الملوي هذا راه درتو مدوبل، يعني الحجم ديالو جا كبير حيت مدوبل. صافي هنايا استفتهم في هذا البلاطو هذا اللي دهنته بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم شويه ديال الزيت النباتيه هكا باش ما تشكلش ليا ديك القشره. صافي غادي نغطيهم بالبلاستيك وغادي نعاود نخليهم يرتاحوا غير شويه واحد 5 دقائق لان العجينه راه مرتاحه المره الاولى. بالنسبه للخلطه ديال التوريق غادي نحتاج كاس ديال العنبه مخلط، نصو فينو ونصو دقيق الابيض، وغادي نضيف عليه واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. صافي وكنخلط هاد الخميره مع الدقيق، وغادي نخلي الزلافه على جنب. وغادي نحتاجو الزبده نوازيط، انا خدمت غير بالزبده ديال البواطا ذوبتها حتى ولات نوازيط. وعندنا زيت نباتيه، كناخد اول كره كتكون مرتاحه. صافي كندهن سطح العمل بالزيت النباتيه وكنورق مزيان هاد الكره هادي، كنقرصها مزيان المره الاولى. ومن بعد غادي نبدا نجبد في العجينه. العجينه راها مخدومه مزيان، مدلوكه مزيان ومرتاحه مزيان، راه ما كتقطع ما والو، تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش راه ما كتقطعش لانها مخدومه مزيان ومدلوكه مزيان مرتاحه ما كتقطع ما والو. صافي كندهن بشويه ديال الزبده وكنرش واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق اللي مع الخميره ومع المهم داك الفينو مع الفورص والخميره. صافي وكنطوي بالشكل اللي موضح في الفيديو. راه كنجبد مزيان كما شفتوا معايا، راني كنحط على يدي على الكف على الظهر ديال يدي وكنطوي هاد الملويه هادي. صافي وحتى في هاد المرحله دي قبل ما نبدا نلوي، ملي كنقاد الشريط كنطويه ثاني كندير شويه ديال الزبده وكنرش واحد الرشه خفيفه ديال الخلطه. صافي وكنبدا اللوي، واللوي يدينا مرخوفه باش هاد الملوي يجي محلول ما يجيش مزير. صافي خليتها على جنب، ملي لويتها خليتها على جنب. هنا كناخذ الكره الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، كنتهن سطح العمل بشويه ديال زيت نباتيه وكنطلقوها مزيان. شوفوا تبارك الله كيفاش ملي كنحطها على الظهر ديال يدي راه مقطع ما والو. صافي كندهن بشويه ديال الزبده، كنرش بشويه ديال الخلطه وكنطوي بحال شكل مسمنه. وثاني كندهن شويه ديال الزبده ونرش بشويه ديال الخلطه، وكناخذ ديك الملويه الاولى كنحطها. صافي وكنطوي بالشكل اللي موضح في الفيديو. صافي هنا ما غاديش نجمعهم دابا، غادي نخليها بحال هكا حتى كنكمل عاد باش غادي نجمعهم. وكنكمل بنفس الطريقه حتى كملتهم كاملين.
صافي هنا ملي كملتهم كاملين العجينه مرتاحه تبارك الله ما شاء الله. شوفوا يعني كتشكل معانا بكل سهوله. صافي غادي ناخد كامل كاملين هاد الملويات هادو غادي نجمعهم هاد الشكل هذا. شوفوا تبارك الله راه كيجي كله صراحه منبل ان العجينه مرتاحه ومخدومه مزيان. كنأكد على هاد النقطه هادي، خاص العجينه تكون مخدومه مزيان تكون مرخوفه بالنسبه للعجينه ديال الملوي. بالنسبه للعجينه ديال المسمن راه كتكون قاصحه، كنخليوها شويه قاصحه ماشي بحال ديال الملوي. صافي هنا ملي كملتهم كاملين ملي شكلت هاد الملويات هادو، صافي كناخد اول وحده شكلتها او جمعتها كتكون مرتاحه، كندير المقله تسخن صافي وكنقرصو بهذا الشكل هذا. ملي كنبدا نقرص راه ما كندير لا زيت لا والو نهائيا، لان غير هذاك الزيت باش قرصنا والزبده اللي درنا كافيين، ونحاولوا ما نقرصوش بزاف هاد الملويه وثاني ما نخليوهاش غليظه بزاف غير باش يبقى يبين هذاك التوريق شي شويه. والملوي راه كيبغي تقلب، النار كتكون متوسطه. بالنسبه للمقله كندهنها المره الاولى بالزيت، كنرش بشويه ديال الزيت وداك الزيت راه كنمسحو صافي، وكرمي الملويه وكنبقى نقلب فيه الملويه غير تشد غير تشمع نقلبوها، بقاو تقلبوا عطيوها ليه التقليب راه كيجي تبارك الله من فوق وكيجي مرق من الداخل. ما تخليوهاش الملويه ماشي تحطوها وتخليوها تحامر من تحت عاده تقلبوها تاني، لا غير تشمع بقاو تقلبوها من هاد الجهه ومن هاد الجهه ومن هاد الجهه، راه كتحل تبارك الله وكيتنفخ وصافي. ملي كيتحمر من الجهتين صافي راه كنحيدوه. وهنا ملي كملتو كملت الملوي كامل بنفس الطريقه ديال الطياب كما قلت لكم، النار متوسطه الملوي كيبغي يتقلب بزاف صافي راني كنسوسو عاد كنجمع. كناخد ربعه الملويات هكا وكنبقى نسوس فيهم باش يبان هذاك التوراق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا ديال اليوم، راه كيجي كبير ديال تبرد القلب لحقاش راه مذوبل وناشف من الزيت ممرق وخفيف، كيجي من الذ واروع ما يكون بطريقه بسيطه جدا. غير تبعوا النصائح ان شاء الله غادي ينجح معكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ما تبخلوش عليا بواحد جيم للتشجيع، وكنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.